معكم من جديد مشاهدينا مع أخبار ومنوعات. نروح لأول خبر لليوم، وطفل بريطاني كليته في منطقة الفخذ. سبحان الله، يعني هامش طفل بريطاني عمره 10 سنوات ولد وكليته اليمنى في أعلى فخذه بسبب خلل جيني نادر، مما جعل الأطباء يقررون متابعة حالته الصحية النادرة مدى حياته، ويسمون المرض باسمه لأنها الحالة الوحيدة من نوعها في العالم والتي تم اكتشافها إلى الآن. فعلا نشوف أشياء جدا غريبة ونسمع عنها وما نقدر نقول غير سبحان الله. إلى خبر آخر، ووسادة تريحك من الشخير. لا هذا الخبر يفوز معايا اليوم. تخيلوا، ابتكر علماء جامعة شمال إلينوي وسادة للأشخاص اللي بيناموا بجانب شخص يشخر كثير. فإيش قال لكم؟ يمكنكم استخدام هذه الوسادة الجديدة لأنها تحتوي على نظام صوتي يخفف صوت الشخير. وبنفس الوقت مبدأ عمل هذه الوسادة مبني على كبح الموجات الصوتية للشخير بموجات معاكسة مساوية لها، مما يخفف إزعاج صوت الشخير. لا شخير بعد اليوم مع هذه الوسائد اللي تم ابتكارها أو اختراعها مؤخرا، واللي دائما نتمنى أنها توصل السوق في أسرع وقت. إلى راكب من نوع آخر يستقل رحلة جوية، وسمحت إحدى شركات الطيران الصينية لكلب ضخم بمرافقة صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة كدعم نفسي على إحدى رحلاتها الجوية. وأيضا قال ممثل شركة الطيران أن لجنة طبية متخصصة سمحت لكلب ملموت ألاسكي بمصاحبة أحد ركاب الرحلة وقدمت الوثائق المطلوبة لذلك. فعلا شيء جميل وغريب في نفس الوقت، أنكم فجأة في طيارة تلاقوا كلب موجود في نفس الطيارة. يعني ما أعرف صراحة، ما عندي أي تعليق على هذا الخبر. روح الخبر الأخير موجود معنا اليوم، والمملكة الأولى في الفنون الشعبية للشباب العربي، وحصدت المملكة ممثلة بوكالة الشؤون والثقافة بوزارة الإعلام المركز الأول في مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي الذي عقد ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، وأيضا نظمته وزارة الشباب المصرية عن فئة الفنون التراثية من خلال المعرض المتميز الذي قدمته الفرقة التابعة لإدارة الفنون الشعبية والتراث فرقة لمسة، التي كانت متواجدة في هذه الفعالية وهذا المهرجان. فعلا إنجاز جميل، فخورين بهذا الإنجاز. وطبعا كانت هذه آخر أخبارنا لليوم، لكن رح ننتقل